أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، أرحب بكم في حلقة اليوم من الصحافة. أبرز عناوين صحف مغاربية وعربية وغربية. البداية من الجزائر وصحيفة أخبار الوطن. موانئ الجزائر نقاط سوداء. تهيئة الموانئ لها دور كبير في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ويجب إعادة النظر في تسيير الموانئ الجزائرية وإشراك المؤسسات في التجارة الخارجية. في الشأن الحزبي ورئاسيات 2024، خلاف في التحالف الرباعي وتنابز بين الأفافاس وحزب العمال. ومع انطلاق امتحانات التعليم المتوسط، صعوبة في الفيزياء ومادة اللغة العربية في متناول الجميع. في أخبار الولايات، في سكيكدا السردين لم يعد طعام الفقراء، وفي خنشلة 15 عائلة تناشد البلدية لتزويدها بالماء الشروب. عربيا، 49 صحفيا فلسطينيا يخضعون للتعذيب والتجويع. الإعلاميون في غزة يعيشون بين الاستهداف والقتل أو الاعتقال. إلى صحيفة الخبر في عنوانها البارز: الثورة المضادة فشلت، لن نقبل بتفاوت التنمية بين الولايات، عطفا على ما قاله الرئيس تبون. احتياط الدولة في نمو متواصل، وتمنح الأولوية للمستثمر الجزائري ليطور قدراته. في ذات الصحيفة: وزارات وولاة في حالة استنفار قصوى بعدما أمهلهم الرئيس 48 ساعة لحل مشكلة مياه الشرب بولاية يارت. مسؤولون في الميدان وآلة التضامن تتحرك، وصهاريج من عدة ولايات لمواجهة أزمة العطش بالولاية، خاصة في مدينة يارت. إلى صحيفة الديوان: الأمن يطيح بوكالة سياحية وهمية راح ضحيتها أكثر من 100 شخص بوهران، تنشط عبر الفيسبوك والإنستغرام. عنوان بارز في صحيفة الديوان نقلا عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: سنبني دولة قوية ديمقراطية واجتماعية كما قال. رياضيا، برنامج تدريبي مدروس يستند إلى عاملي الاسترجاع والتعافي. مشكلة بدنية تقلق الناخب الوطني بيتكوفيتش قبل مواجهة غينيا. في ذات السياق: محرز، بنزيمة وسليماني ضيوف شرف في ملعب نينسون مانديلا. إلى صحيفة المسار العربي تربويا: نائب العابد يؤكد على الالتزام باحترام الوقت المخصص للتلاميذ في الامتحانات الرسمية. ومع تزايد عدد الشركات النشطة بالبلاد، رئيس الجمهورية يأمر بإعداد استراتيجية متكاملة تضمن كل مراحل تصدير المنتجات الجزائرية. عربيا، بسبب سياسة التجويع، غزة أكثر من 3500 طفل معرضون لخطر الموت. فقد أعلن المكتب الإعلامي في قطاع غزة أن أكثر من 3500 طفل معرضون لخطر الموت التدريجي بسبب اتباع الاحتلال الإسرائيلي سياسات التجويع ونقص الغذاء وانعدام المكملات الغذائية ومنع المساعدات، داعيا المحكمة الجنائية الدولية وكل المحاكم الدولية الأخرى إلى ملاحقة مجرم الحرب الذين يستهدفون الأطفال بشكل ممنهج ومقصود. إلى صحيفة المشوار السياسي: في فاجعة في الجزائر، تفحم 6 أشخاص بعين عبيد بولاية قسنطينة إثر اصطدام بين شاحنة لنقل الوقود وسيارة نفعية. المشوار السياسي أيضا نقلت ما قاله الرئيس تبون كغيرها من الصحف الجزائرية: سنبني دولة قوية، توزيع خيرات البلاد على الشعب بالعدل. وتوسيع المساحات المزروعة بالجنوب الجزائري خيار استراتيجي. وفي أول أيام اختبارات البيام يمر بردا وسلاما. اللغة العربية تثلج صدور الممتحنين وتباين حول الفيزياء. وزير التربية يقول بأن انطلاق تصحيح أوراق البيام في 11 من جوان الجاري. عربيا، في محاولة لمحو النسل الفلسطيني، أطفال غزة يتعرضون لإبادة ممنهجة. وكذلك من صحيفة المشوار السياسي إلى صحيفة الوسط: لهذا السبب يمنع تلاميذ البيام من إجراء الامتحان وصولهم إلى المراكز بعد الساعة 8:30. وحل مشكلة تذبذب المياه قبل عيد الأضحى، وزير الداخلية قام بزيارة استعجالية إلى ولاية تيارت، تفقد عددا من المشاريع الهامة ذات الصلة.
والضرب بيد من حديد واتخاذ إجراءات عقابية ضد المتورطين، أداء الحج بتأشيرات من السوق السوداء ممنوع شرعا، حجاج تعرضوا للاستغلال من قبل وكالات غير معتمدة. والرياضيا المدرب عبد الحق بن شيخة يصرح يجب أن نقف خلف المنتخب الوطني. نواصل معكم مشاهدين الأفاضل عناوين بعض الصحف في باقي البلدان المغاربية ومن المغرب وصحيفة الأخبار. مكملات غذائية ومنتجات للقنب الهندي بالصيدليات المغربية بعد اتفاق بين وكالة تقنين أنشطة القنب الهندي وفيدرالية الصيادلة. والبكوري يوضح بخصوص ملايين سهرة رمضانية، قال إنه لم يتم التأشير عليها ومطالب بتتبع الدعم الجمعوي. في عنوانها البارز تربوياً، الزيادة في رسوم التسجيل بالمدارس الخاصة، مطالب بتدخل الوزارة لضبط الأسعار، واتهامات للمدارس بخرق اتفاقات مع الآباء، وغليان بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات، إقصاء موظفين من منحة العيد، وعدم نقل ممتلكات وعقارات بالملايير. وشركة النقل الحضري بمدينة طنجة تستنجد بمؤسسات لإطلاق خطوط جديدة. وفي ضربة كبيرة للجمارك المغربية، حجز 18 طنا من مخدر الشيرة بضواحي مدينة الدار البيضاء كانت معدة للتصدير. إلى صحيفة الصباح، طرد حراقة مغاربة من الحج، دخلوا السعودية وأقاموا بمكة بعد رمضان بتأشيرات سياحة وعمل، والسلطات الأمنية السعودية تداهم شققهم وتمنعهم من آداء مناسك الحج وفق القوانين المعمول بها في السعودية. الأمن المغربي يحاصر بارونات المسالك البحرية، حجز قوارب سريعة وأزيد من 22 طنا من المخدرات في أقل من 24 ساعة كانت معدة للتصدير عبر السواحل المحيط الأطلسي وكذلك البحر الأبيض المتوسط. إلى تونس وصحيفة الشروق، بعد إعلان الشراكة الاستراتيجية مع الصين، تونس تغير تحالفاتها. الشراكة الاستراتيجية ماذا تعني وما هي فوائدها؟ مجتمعي إرهابي يذبح شابا في جبل الأحمر، ورياضيا حرب في ملعب رادس، شغب، شماريخ، دخلات مسيئة وصدامات مع الأمن. وعربيا نتنياهو بين نارين، والمقاومة تستنزف جيش الاحتلال. إلى صحيفة المغرب، الانتخابات الرئاسية، الهيئة والمعارضة، المشاركة أو المقاطعة خيارات يطاردها المرسوم 54، مساند مسار 25 جويلية، الاستعداد من خلال التحركات والتحالفات. عربيا، بعد القبول الضمني للفلسطيني الإسرائيلي، بايدن يسعى إلى إنجاح الخطة الأمريكية لوقف الحرب وربح ورقة السباق الرئاسي، و120 ألف بين شهيد وجريح في غزة منذ 7 أكتوبر. إلى ليبيا وصحيفة الصباح، المالية الليبية تحيل مرتبات شهر مايو ومنحة الزوجة والأبناء والبنات إلى البنك المركزي، والإمداد الطبي يتسلم شحنة من مشغلات المعامل الخاصة بالكشف عن الفيروسات. عربيا، مع إعلان جباليا منطقة غير صالحة للعيش، غارات وقصف وأكثر من 20 شهيدا بغزة وتصعيد على الجبهة اللبنانية. إلى صحيفة الوسط، عقيل صالح يوضح لخوري رؤيته لمسار حل الأزمة السياسية في ليبيا. فقد أوضح رئيس مجلس النواب عقيل صالح خلال لقائه مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري رؤيته لمسار حل الأزمة السياسية في ليبيا، وذلك خلال استقباله للمسؤولة الأممية والوفد المرافق لها في مكتبه بمدينة القبة شرق البلاد. كما أن خوري تقول البعثة الأممية تجري مشاورات للدفع بالعملية السياسية أثناء لقائها بحفتر. واللافي يبحث أيضا مع خوري ملف المصالحة وتحريك العملية السياسية. إلى موريتانيا وصحيفة الشعب، توضيح من الوزارة الأولى، تم تجديد المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات في ظل الاحترام الحر الحرفي للمصادر القانونية وفق ما قال البيان. وللمشاركة في أعمال القمة الكورية الأفريقية بسيول، رئيس الجمهورية الغزواني رئيس الاتحاد الأفريقي يتوجه إلى كوريا الجنوبية، كما أن الوزير الأول يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
في موريتانيا عفوا. وإلى صحيفة أنباء إنفو الموريتانية، وزير خارجية موريتانيا في سيول: التقيت مع الوزير المغربي بوريطة واستعرضنا العلاقات الأخوية بين بلدينا. فجاء في تغريدة جديدة لوزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق منشورة بموقع إكس على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة رؤساء الدول والحكومات في أفريقيا وكوريا الذي تحتضنه العاصمة سيول، قال: التقيت أخي وصديقي معالي السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، حيث استعرضنا العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين وآفاق تعزيزها وكذا المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بعد جولتنا في المنطقة المغاربية مشاهدين الأفاضل، هذه أبرز عناوين صحف عربية مختارة لهذا اليوم. بداية من صحيفة الزمان: حزب العمال البريطاني يطمئن البريطانيين بشأن الأمن القومي والترسانة النووية، وانتفاضة الجياع وشيكة في مصر، التجديد للوزير مدبولي وتقرير على طاولة السيسي. شكوك حول التوصل إلى هدنة في غزة، وتل أبيب تقول بأن مقترح بايدن ناقص. في إيران متشدد يترشح للمرة الرابعة للانتخابات الرئاسية الإيرانية، وخامنائي يقول إسرائيل على مسار الزوال. ومقتل مستشار إيراني في ضربة إسرائيلية بسوريا. في المغرب إحباط عملية دولية كبرى لتهريب المخدرات. إلى صحيفة الشرق الأوسط: تل أبيب تعاود استهداف طهران في سوريا، اغتيال مستشار في الحرس، ونتنياهو يريد تهدئة لا تنهي حرب غزة، وتوسيع التدريبات الإسرائيلية على حرب ثالثة في لبنان، ومحاكمة هانتر بايدن تنذر بصداع انتخابي لوالدها. في إيران المرشد الإيراني يحذر من التراشق الانتخابي، والقوة الناعمة تترأس المكسيك الذكورية، فللمرة الأولى منذ استقلالها عن التاج الإسباني عام 21-1800 اختارت المكسيك امرأة رئيسة للجمهورية في انتخابات تميزت بدموية غير مسبوقة سقط خلالها 37 مرشحا برصاص المنظمات الإجرامية. إلى صحيفة العرب: إعادة التكليف مدبولي، من يتحمل مسؤولية الإخفاقات، السيسي أم الوزراء؟ حكومة تكنوقراط لتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية نفسها. التغيير المرتقب أقرب إلى إجراء شكلي ليس أكثر. ومهمة لافروف في أفريقيا تجس النبض والبقية تترك لفاغنر. روسيا تريد أن تغرق نفسها بالتفاصيل وتترك الأمر لمحترفين في الجيش والأمن القومي وقطاع الأعمال والأهم لفاغنر. ولماذا تتحشى إسرائيل استهداف حسن نصر الله؟ حكومة نتنياهو لم تضع نصر الله على قائمة أهدافها، ولولا ذلك لتعقبته مثل ما تعقبت قادة من حزب الله وحماس. من الصحف العربية الدولية إلى عناوين بعض صحف غربية مختارة. بداية من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: شركاء نتنياهو من اليمين المتطرف يرفضون التسوية لوقف إطلاق النار، بحيث هدد اثنان من أعضاء الائتلاف بإسقاط الحكومة الإسرائيلية إذا قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وهو الاتفاق الذي لم يصل إلى حد التدمير الكامل لحماس. واستيلاء إسرائيل على المنطقة الحدودية مع غزة يؤدي إلى توتر جديد في العلاقات مع مصر، فقد تحدت إسرائيل التحذيرات المصرية وسيطرت على ممر فيلادلفيا، لكن رد الفعل من مصر التي تريد الحفاظ على تعاونها الأمني مع إسرائيل كان صامتاً. إلى صحيفة لوفيغارو الفرنسية التي اهتمت بالانتخابات الأوروبية: معسكر ماكرون يتوقع الفشل ويتكهن بالنتائج. بينما يريد رئيس الدولة إشباع المساحة الإعلامية في الأسبوع الأخير من الحملة، فإن جزءا كبيرا من قواته يخطط بالفعل للمستقبل. فكرة قديمة عادت إلى الظهور في معسكر إيمانويل ماكرون بفضل التكهنات حول عواقب الانتخابات الأوروبية. فبينما قرر رئيس الدولة ورئيس وزرائه جابرييل عطال إشغال الفضاء الإعلامي في الأسبوع الأخير من الحملة، فقد سجل جزء كامل من قواتهم الهزيمة بالفعل. ومن بين هذه المناورات تقول الصحيفة: يثير احتمال التقارب بين النهضة والحركة الديمقراطية الذي تم تصوره ثم تم إجهاضه في عام 2022. إلى صحيفة تايمز البريطانية: دائما في أجواء الانتخابات ريشي سوناك يتعهد بوضع حد أقصى لتأشيرات العمل والعائلة.
وفاراج يقول بأن الإصلاح سيسمح بدخول 600,000 مهاجر إلى بريطانيا. من المقرر أن تهيمن عودة نايجل فاراج إلى سياسة الخطوط الأمامية على جدول الأعمال اليوم قبل أول مناظرة متلفزة بين السير كير ستارمر وريشي سوناك الليلة، ويؤيد زعيم حزب العمال خطته لإنشاء شركة وطنية للطاقة. عودة فاراج النشطة هي أسوأ كابوس لريشي سوناك. شرق أوسطيا، بايدن يقول بأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتم. قال الرئيس بايدن إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يجب أن يتم وينفذ، بينما سعت الولايات المتحدة للحصول على دعم من الأمم المتحدة لدعم الاقتراح. نصل الآن مشاهدينا الأفاضل إلى بعض التغريدات المختارة لهذا اليوم، بداية من تغريدة فولكر تورك رئيس مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي كتب: أجدد الدعوة إلى المساءلة عن أعمال القتل غير المشروع في الضفة الغربية المحتلة. مقتل أكثر من 500 فلسطيني منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر. إن القتل والدمار وانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور. وإلى ما قاله تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: زرت غزة بالأمس وشهدت عن كثب التأثير المدمر للأعمال القتالية. إن مشاهد الدمار ومعاناة الناس تفطر القلب، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى تحرك عاجل للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة. وإلى ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن: لقد تحدثت اليوم مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة كيف يقدم وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن خارطة طريق ملموسة لإنهاء الأزمة في غزة، وقد حثثت الأمير تميم على استخدام جميع التدابير المناسبة لضمان قبول حماس للاتفاق، وشكرته وفريقه على جهودهم الدؤوبة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة. وإلى ما قاله إسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج: أرحب بالجهود الرامية إلى التصويت إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة والتي قدمها الرئيس الأمريكي. لقد طال انتظار انتهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة، وأشجع جميع الأطراف على التفاوض والتنفيذ بحسن نية. وإلى ما قاله خوسي مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا: لقد أظهرت إسبانيا ومصر اليوم التزامهما بتطبيق حل الدولتين. إننا نعمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار ودخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن. نريد السلام في الشرق الأوسط. بهذه التغريدات أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الصحافة. أترككم مع هذه الرسومات التعبيرية. دمتم بخير، إلى اللقاء.